الكابح الوحيد الذي يمكن أن يمنع الإنسان عن كل أنواع الظلم وعن كل أنواع التعدي هو الإيمان بالمعاد. هذا الإيمان الذي يخلق في الإنسان رهافة حس شديدة. الإنسان المؤمن بالمعاد الدينم يذكي هذه الحالة، إذا ملاحظين يذكر ينمي هذه الحالة، وإحنا المفروض أن ننمي هذه الحالة، يجعل في الإنسان حس رهيف إلى أبعد الحدود.